حاجة نفيسة، انتي مشيت للحج وكنت فاقدة البصر متاعك، لكن بعد ما مشيت ما جيت الحمد لله يا ربي البصر متاعك رجع. لو كنت تحكي لنا بالضبط شنو اللي صار، معناه كيف قد البصر متاعك وقديش المدة، وشنو اللي صار غاديك في الحج؟ المدة نجم نقول لك عام وشهر ونصف، الوقت اللي معناتها فقد البصر متاعي، ومعناتها وحتى كيف رجالي العين هذه ما نشوفش بها، حتى تصورت وعملت وقالوا لي اما العين هذه لاباس عليها صح، لاباس عليها، والحمد لله طاعة ربي ودعاء ربي ما نحيتوش من فمي كل ليلة. حتى قلت انا جيت جاني قلت لميزي ما نقيش الحج، تلفت لي ولدي عملت لي تعمرات وفيه البركة ولا تو مرضت ومعناتها والحمد لله ما تبقاش شكون هكايا. تلفت لي ولدي قال لي يا انت في غيبوبة وانت تقولي يا ربي اطعمني بحاجة عرفت، وعلى هدية 11 مرة قال لي وعلى هدية انت قيد على ما يطعمك ربي. من الاول ضربة الحمد لله ربي خرجني. شنو السبب اللي خليك تفقد البصر متاعك؟ كنت تشوف لاباس عليك انت؟ انا هي اللي بدو لاول مره ما نعرفش منها ولا مش منها، العلم عند الله سبحانه. انا واقفه في محطه الكار وفي يدي ساك، والساك مكبش عليه برشا، يتعداو زوز اولاد من تالي على الموبيلات يفكوا لي كيف انا مكبش عليه على نيتي، يكركروني قربت زوز متر ونجي على الحجر، قاموا جماعه اللي كم ساكن وقفوني كل شيء، قمت بجنبي وجعني وكلموا صغاري جاوني صغاري كل شيء، من وقت ما نعرفش نهار اثنين ثلاثة ما نعرفش. بعد يجي هدومة وانا في الكوجينة وانا خيط تبقى كحلة هكا ترميت على عينيا، شكون بحدايا بنتي واختي وولدي، قلت يا ياسين يا ياسين، قال نعم، قلت يا ياسين انا راني تبقى كحلة ترميت على عينيا وراني مبقيتش نرى ياسر. ردت فعلك وردت فعل خويتك، كي أمكم فقدت البصر متاعها كيفاش كانت؟ تأثرنا برشا وتشوينا يعني، وما كناش نحسبوها يعني، ما انت كنت خاطر لبس عليها وحاول نهزينها لقديش من طبيب ان شاء الله نحبها ترجع البصر متاعها، ولكن ربي ما حبش ما انت يعني حاولنا ولكن هي ما انت ديما بلا وسع تقول الحمد لله على الله ما تسالش، ديما كانت هي اللي تبسينا فضحنا نوسيوها كانت هي تبسينا. ربيت يجي شهرين وانا كنت عند بنتي وخرج ضيفة، خرجت انا وبنيتي الاخرى ركبنا، قلت لها اوكي باش ناخذ تاكسي، قلت لها اوكي صاحبة بنتي جاتها، ركبت في صاحبة بنتي مدام سلامي وركبت معاها، انا قاعدة راكبة في الكرهبة ونلقى روحي ما مقيش نفر بحد شيء، حد شيء اللي لقيت نرى لا نرى ولا نفر ولا حد شيء. كلمتها قالت لها ياسر راهي ما يندرش بها، كملوا دخلوني لداري ومن ثم عاد كملوا التصوير وكملوا دبقى. من وقتها شدني المرض وليت نهار نهارين اللي ونص السرعة وجيتني هيك السرعة وجيتني، وحتى كيف خفيت وبريت معناتها أنا جالسة في البيت البونو اللي وراك ودخت مقيت مفر بحد شيء. يعني هذا الكل صار لك من جراء الحادثة اللي صارت لك، اللي صار لك أنت براكاج وتعرضوا لك زوز ولاد وخطفوا لك ساكن؟ اللي حسيت والله هو أعلم بكل شيء. مش أقاوي الأخرى أنك تنرفزت على خاطر حادثة نتاع ميراث ولا حوايج أخرى؟ لا عندي إيش هذا هو الكليك هكا، أما أنا التخمام في راسي وفي قلبي ما تنحش خاطر إحنا حاجة صعوبة، أما ربي يهدي ما خلق وربي يدل الذهب، وصغاري مساكنات فرحانين لي فرحانين، صغيراتي وخياتي فرحانين برشا، اما نحس بيا من غير ما يقولوا لي هما حاسين بيا لي انا كيفاش مش نمشي الحج وحدي وكيفاش قلنا مش بيك انا عندي شكون مش مش معايا، يا ما بالله شكون يقولوا لي ما اوك هيك اللي مش يديني مش يجيبني. من ذلك الليله يا ربي رسل لي بنت الحلال ولد الحلال يديني يجيبني سالمين، انا متحمل بالتمام صدقني قبل بليلتين وبنتي تعرفت عليه تشبع الحمد لله. أنا كيف نقول صغاري خليتهم هنا وهذيك بنتي ولدي، الواجب اللي قاموا به ويرحم الأفواد ويرحم كتر خيرهم والله يبارك فيهم من يعمل الخير الله يجازيه بالخير. ورافقتها طيلة الرحلة متاع الحج والحمد لله، هي كانت ياسر امرأة طيبة
من حيث هبطنا في المدينة، وهي تدعي وهي تلبي وهي تقول يا ربي جاني جيتك بصيرة نرجع بعينيا، هيك ديما كلمتها، حتى في الدعاء حتى في قيام الليل ديما تدعي هكيك. والحمد لله معتها طيلة المدينة ما كانتش تشوف بالبي، معتها تقول يا ابنتي أنا نشوف بربيع عين، معناتها ما حتى هكا منظري تخايلني وبرا، معناتها ما تعرفش ملامحي كاملة. والحمد لله نهار يوم عرفات في الصباح وقت هكا الشمس طلعت بالكدا وكل، وهي قالت لي يا بنتي انا راني قيلة وليت نرى. قلت لها يا امي نفيسة الحمد لله عليك. بعد زادت شوية شهقت وعيطت وقالت انا وليت نرى، فرحت بروحها. والحمد لله الخيمة شافتها بالباهي، شافت الخيمة الفوق متاعها اخضر ودايرة بالاحمر، ومعناتها والحمد لله ولات الناس الكل تبارك لها والناس الكل فرحت لها، لا قعدوا عليها مرافقين ولا قعدوا عليها مرشدين، الكل جاوها حتى معناتها العباد اللي معانا والكل اللي هذا يجي يبارك ويهني، واللي يقول لها ادعي لي، واللي يقول لها معناتها بنتي مريضه، واللي يقول لها ولدي مريض يا امي نفيسه ادعي لي. والحمد لله الحمد لله تقول دعوتها مستجابه معنا. الحمد لله دعوتها ان شاء الله مستجابه ان شاء الله. انا هبطت من الطياره، هبطت طايرة، قلت يا رب بعزتك وجليلك يا ربي أنا جايتك بصيرة يا ربي اشتغل رجعت بعمليتي. كو قمت الصباح قلت لها يا منيا يا منيا هكا هذايا وقتاش قمت الصباح؟ نهار عرفت عملتك، قلت لها يا منيا يا منيا أنا راني صرت نارة، يا منيا صرت نارة، قلت الحمد لله. بعتي لها هذا جماعك اللي كيكتر خيرك وخيرك بجماعك اللي قاعد جاوني وقاموا جميع الواجب واللي عمل الخير الله يجازيه بالخير. نبكي وقت امي كلمتني، انا كلمتها يعني وتقول لي بنت وليت نشوف، ولات نبكي نبكي، معناتها بالعمل كي نحكي مع صغاري مش جاده عليا بالكل. بعد قالت يا بناتي الحمد لله راني وليت نشوف ولا نتكلم في اخوتي، ومعناتها واحد يقول واحد، وفرحنا برشا الحمد لله، ومعناتها الحمد لله رحمه ربي واسعه. شنو تحب تقول لاولادك؟ لشكون نقول صغاري ولا لصغاري؟ الله يوفق فيك وفيهم، الله يوفق فيك وفيهم يا سي نعمان، الله يوفق في صغيراتك ومن عمل فيها الخير سلموا لي على تيسير، ويوفق فيها وفي دريتها، وربي ان شاء الله من عطاني وصاني على دعوة الخير، الله يبلغ مني ويستجاب لي منها. الحمد لله تعديت حاجة، اللهم اكرمك ومحنك على عبادك يا ربي، ما كنتش تتصور بالنسبة لصحتي، بالنسبة لصحتي اللي ما شاء الله تتعدي ليك الحاجة هكي. الحاجة نفيسة معناها هي صحيح كانت تشكو من فقدان البصر شبه كلي، وحاجة هي مكفوفة معناتها وما تشوفش، وثم معناها عائلة معناها زوز أشخاص المرأة والراجل معناها حجوا معاها وعاونوها وكل شيء وقربوا منها، واحنا كنا معناها سعلمنا بعد ما استرجعت البصر متاعها وخذت صدى إعلامي كبير في الحج غاديكا أن مرأة مكفوفة يوم عرفات استرجعت البصر متاعها. احنا قربنا من الحاجة وحكينا معها ونعطيكم تفسير على الأقل علمي، واليوم استضفناها في العيادة وعملنا لها فحص، وخلاص هذا الكل هي من ناحية العيون الساعة هي صحيح عندها شوية غلق في عين من العيون متاعها على أثر وجود ثقب في شبكة العين، ولكن هذا شيء ثانوي لأن حتى العين الأخرى لاباس عليها وفقدت البصر فيها. الحادثة ربما عندها هي شوية مقلقة شوية على الصغيرات، تخمم فيهم تخمم فيهم بالباهي، ثم انفون دونكسيتي تخمم فيهم برشا، ولكن تعرضت الحادثة متاع البركاج هذيك وكل شيء والطيحة على راسها، وعملت حسب الملف معناها نزيف ممكن انما تومو اكسترا دورال معناها حول الصحية متاع المخ، ولكن هذا النزيف مشى على روحه بالعلاج، والدكتور المتخصص في الجراح اعصاب حط في دواء اسمه جاردينال لانها التشخيص نتاعو ان الحاجه هذه كانت تشكو من نوع من انواع السرعه ايبيليبسي. هذه الحاله نتاعها قبل ما تحج، احنا نحاول نقدم تفسير علمي للحاله هذه. فقدان البصر الحاجه نفيسه ربما ثم جانب نفسي فيه، يعني نعتبره جانب كبير لان ما ثماش تفسير عضوي اخر يفسر هل فقدان البصر كانت امرأة ما تشوفش ولا جاتك في اللي عبارة ملح كحلة قدام عينها، ثم جانب نفسي في الحكاية هذه. ونتصور هي امرأة صالحة وتقوم الليل بشهادة الجميع وتتضرع ربي باش ربي يرجع البصر متاعها،
وفي ذلك اليوم هذاك في الصباح قالت راني بديت نشوف، والحمد لله بشوي بشوي استرجعت البصر نتاعها، خاصه في العين اللي ماشي مريضه. اول حاجه هذه تفسيرنا ما ينفيش ان ربي سبحانه وتعالى لا يعجزه اي شيء، لكن تفسير نفسي ان نقيسه بالحادثه اللي وقعت لسيدنا يعقوب عليه السلام، وذكرت في قصور سيدنا يوسف عليه السلام ان سيدنا يعقوب كان يحب ولده سيدنا يوسف حب شديد، وفقد بصره لفقدانه، غاب عليه ولده وفقده، ويرب في القرآن يقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم بعد ما وصلت أنباء عن أن سيدنا يوسف موجود مش يلتقي به، استرجع البصر متاعه، يقول فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا سيدنا يعقوب، واللي ألقاه على وجهه هو قميص سيدنا يوسف عليه السلام. وهنا العلماء وأطباء العلماء قلنا العرق، رائحة عرق قميص سيدنا يوسف هي سبب كانت في صدمة نفسية مضادة اللي رجعت البصر لسيدنا يعقوب عليه السلام بعد فقدانه لبصره تحت تأثير أزمة نفسية. هذا التفسير أكثر معناها علمي أكثر ومفهوم، هذا يمكن قال معناها ثم صدمات نفسية تقع وعلى أثر الإنسان يفقد البصر متاعه ثم يسترجع البصر متاعه أثر صدمة نفسية مضادة. ونأكد ونقول أن هذا ما توصل إليه البشر على الأقل ولا العلم، ولكن ربي لا يعجزه أي شيء، ونقول ربي قادر على كل شيء.